هاي جايز، اليوم رح نحكي عن الووتر ريتنشن. مثل ما بنعرف في كتير اشخاص بيعانوا من هيدي المشكلة، وكل شخص بجرب يتعامل معها حسب الطريقة اللي بتناسب جسمه. في اشخاص بيلتجئوا للسبور، وفي اشخاص بيلتجئوا للحكمة، او بجربوا يخففوا الملح ويلبسوا كلسات طبية. بس اليوم وعن سابق تجربة حبيت خبركن عن الدرينج. الدرينج بخلينا نخفف نسبة المي الزايدة الموجودة بجسمنا. أنا تعلمت هيدي الطريقة من خلال خبيرة مساج بأمريكا. فينا نعملها مرة واحدة بالشهر ومن البيت بطريقة كتير هينة، ويلا نتعلمها سوا. أول ستيب، بدنا أهم شيء نشرب مي قبل ما نعمل الدرينج، ومن بعد ما نخلص الدرينج بكمية كتير كبيرة. وهيدي الطريقة فينا نعملها مثل ما كل شخص بيرتاح، نحنا واقفين يا نحنا وملقحين، مثل ما كل حدا بيرتاح. أول ستيب، بدنا نكبس هون بهيدي الطريقة تحت الرقبة على هول العظمتين لمجرد 5 دقايق بطريقة كتير كتير ناعمة، very gently. ومن بعدها نرجع مننتقل لهون تحت الباط كمان 5 دقايق عميلة الشمال، وخمس دقايق لميلة اليمين. من بعدها بنرجع بنعمل مساج بهيدي الطريقة لإيدنا من تحت لفوق من تحت لفوق لمدة 5 دقايق very very gently بطريقة كتير كتير ناعمة. بس نخلص ايد الشمال ننتقل لايد اليمين. اوكي، بنرجع بننتقل لهون لهيدي المنطقة كمان، بنطوي اجرنا بهيدا الشكل كمان، بنكبسهم هون بطريقة كتير كتير ناعمة لمدة 5 دقايق كمان. تاني ميل زيت شي لمدة 5 دقايق، بنرجع بنعمل مساج لاجرنا من تحت لفوق من تحت لفوق لمدة 7 أو 8، ياخدوا معنا حوالي 50 دقيقة. وبهيدي الطريقة منكون خلصنا الدرينج. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وما تنسوا لايك وكومنت للفيديو. انا بشوفكم بكرة بفيديو جديد. تشاو.